أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قوله: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه كما هو المختار، في صفحة 384. هنا تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه كما هو المختار عند أصحابنا، بل متى وجد وجدت، كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون، واختار الآمدي وغيره المنع، ومن شرطها ألا ترجع عليه أي الأصل بالإبطال، لأنه منشأها، فإبطالها له إبطال لها، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة لدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة. مجوز لدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخير بينها وبين قيمتها، فإن عادت عليه بالتخصيص فخلاف. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. لازال الكلام في العلة، أحد أركان القياس الأربعة. فيقول: لا يجوز أن تتأخر العلة عن حكم الأصل، علة الأصل لا تتأخر عن حكم الأصل، بل لا بد أن تكون مقارنة له، ملازمة له، غير منفكة عنه. قال: كما هو المختار عند أصحابنا. نعم، هو راجح المذهب، وهو قول أكثر العلماء، ولم يخالف إلا في هذه المسألة إلا قلة قليلة، يعني بعض الحنفية وبعض الشافعية خالفوا في المسألة، وإلا جماهير العلماء على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: بل متى وجد وجدت. متى وجد أي الحكم، وجدت أي العلة، متى وجد حكم الأصل وجدت علته. قال: كتعليل ولاية، هذا مثال للممنوع في هذه المسألة لا للمقبول. الممنوع أن تتأخر العلة عن الأصل، والمقبول أن توجد معه. قال: كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون. كتعليل ولاية الأب على الصغير، هذا الصغير عرض له جنون، يعني هو صغير فالأب وليه، أبوه وليه، ثم إن هذا الصغير عرض له جنون، والجنون يوجب الولاية أيضا، فلا يصح أن تقول في تعليل ولاية الأب على ابنه الصغير المجنون تعلل ذلك بالجنون، تقول لجنونه. لو سئلت لما يتولى عليه الأب فتقول لجنونه، ما يصح. طيب لما مع أنه كذلك، لماذا لا يصح التعليل بالجنون؟ لأنه يستلزم أن الحكم كان موجودا من قبل ولم توجد علته، لأن الولاية كانت على الصغير قبل جنونه، هذا هو الحكم، وجوب الولاية عليه. فإذا عللت بالجنون فمعناه أن الحكم في وقت سابق كان موجودا بدون العلة، ثم تأخر وجود العلة إلى بعد الجنون، بعد أن حصل الجنون. والعلة لا تتأخر عن المعلول، بل متى وجد المعلول أي الحكم وجدت العلة. نعم، لو بلغ بعد ذلك، لصار بالغا وبقي مجنونا، ف
فعللته بالجنون لصح هذا حينئذ، لأنه قد ثبت الحكم مع العلة، ثبت الحكم والولاية عليه لجنونه وهو بالغ. قال: واختار الآمدي وغيره المنع. هذه الجملة فيها إشكال، لأن ظاهر السياق أنه مذهب مخالف لمذهب الأكثرين، مذهب ما هو المختار عند المصنف وعند الأصحاب، كأنه يعني مذهب ثان في المسألة، وليس الأمر كذلك، لأن مختار الآمدي هو المنع ومختار الأكثرين هو المنع. فالذي يظهر والله أعلم أنه سبق قلم من المصنف رحمه الله، والإنسان يعرض له السهو والغفلة، كلنا يعرض لنا ذلك، لأن أول الكلام ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه أخذه المصنف من ابن اللحام، من مختصر ابن اللحام، ثم ختم المسألة في الشرح بعبارة من أصول ابن مفلح، وهي: واختار الآمدي وغيره المنع. فصار الكلام يعني مشوشا، ليس صوابا. فلو أنه اقتصر على عبارة ابن اللحام، أو أنه أتى بعبارة ابن مفلح كاملة من أولها وليس من آخرها، أتى بها من أولها إلى آخرها، لاستقام الكلام، لأن ابن مفلح رحمه الله، شمس الدين ابن مفلح، في كتابه أصول الفقه ماذا قال؟ قال: اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون، واختار الآمدي وغيره المنع. الكلام مستقيم عند ابن مفلح، ليس كذلك؟ هي مستقيم الكلام، لأنه قال اختلفوا، ثم بين مختار الآمدي أنه المنع، الذي هو قول أيضا أكثر الأصحاب وأكثر العلماء. قال: ومن شرطها، الضمير يرجع للعلة، ومن شرطها ألا ترجع عليه، أي على الأصل، بالإبطال. ثم علل ذلك: من شروط العلة ألا تعود العلة على أصلها بالإلغاء، فإن العلة هي فرع عن الأصل، يعني هي متفرعة عنه، وجد الأصل، حكم الأصل، ثم أخذت منه العلة، والفرع لا يلغي الأصل، فلهذا قال: لأنه منشأها، لأنه أي الأصل، منشأها أي منشأ العلة. قال: فإبطالها له إبطال لها، هي ما وجدت إلا بعد الأصل فتفرعت عليه، فلولا الأصل ما وجدت العلة أصلا، فلو عادت العلة على أصلها الذي هو منشأها، لو عادت عليه بالإبطال لباطلت هي، إبطال الأصل إبطال لعلته. قال: وقد مر معنا، تذكرون، أن نسخ الحكم الأصل يستلزم نسخ علته، إذا كنتم تذكرون في باب باب النسخ. قال: كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، بحرف الباء بدل اللام، أصلحوا العبارة، بدفع حاجة الفقير، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، يعني لما وجبت الشاة سواء في زكاة الغنم أو في زكاة خمس من الإبل مثلا تجب شاة، فيقولون العلة هي دفع حاجة الفقير، سد خلة الفقير. قال: فإنه، الضمير يرجع للتعليل، أي فإن هذا التعليل مجوز لإخراج قيمة الشاة. لما؟ لأن العلة هذه سوف تكون موجودة مع الحكم، والحكم موجود مع العلة، بأن يقال: لما جاز دفع القيمة بدل الشاة؟ فتقول: لدفع حاجة
الفقير، العلة هي هي. قال: فإن هذا التعليل مجوز لإخراج قيمة الشاه، يعني بدل الشاه، بدل عين الشاه، مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها. هذا التعليل وهو دفع حاجة الفقير يفضي إلى ماذا؟ إلى أنه لا تجب الشاه، خمس من الإبل ما تجب فيها شاه، إنما يجوز أن تخرج شاه ويجوز أن تخرج قيمة الشاه من الدراهم والدنانير، وحينئذ ترجع على أصلها بالإبطال، لأن الأصل هو وجوب عين الشاه، لا يوجد بدل عنها من الدراهم ولا الدنانير ولا غير ذلك. فهذا التعليل يوجب إلغاء الأصل بأن لا تتعين الشاه، يعني لا يلزم عين الشاه، وإنما أنت مخير بين الشاه وبين قيمتها، وهذا إبطال للأصل فلا يصح. ومثال آخر: ما لو قيل يكفي المسلم حتى يكون صومه كصيام الدهر أن يصوم رمضان ويتبعه ستاً من ذي القعدة، أو ذي الحجة أو أي شهر آخر، والعلة أنك إذا أتيت بستة أيام من ذي القعدة مثلاً فإن هي في المعنى مع صوم 30 كصيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثون مع ستة صارت بعدد أيام السنة، فيحصل المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا المعنى لا يصح، هذا التعليل لا يصح، لأنه يعود على أصله بالإبطال. ما هو أصله؟ أن تكون الست من شهر شوال، وأنت ألغيت هذا الحكم وقلت يجوز من غير شوال، فمثل هذا لا يصح. قال: فإن عادت، فالاستئناف لأنها مسألة ثانية، فإن عادت عليه بالتخصيص فخلاف، هذه صورة ثانية أي مسألة أخرى. المسألة التي قرأناها آنفا هي أن تعود العلة على أصلها بالإلغاء بالكلية، وهذه التي معنا من عند قوله فإن عادت هو علة تعود على أصلها بالإلغاء بالبعضية بالجزئية، وهو ما يسمى تخصيص العام. قال: فإن عادت عليه أي على الأصل بالتخصيص فخلاف. وليست هذه المسألة هي مسألة تخصيص العلة كما ذكر في الهامش هنا المحقق، قال هي مسألة الخلاف في تخصيص العلة، لا ليست هي مسألة تخصيص العلة، هي مسألة أخرى مباينة لها، فرق بين تخصيص العلة والتخصيص بالعلة، فهما مسألتان. فالذي سبق معنا قبل ثلاث صفحات تقريبا هو مسألة تخصيص العلة، يعني عدم اضطراد العلة في بعض الصور، وأما هذه المسألة فهي مسألة التخصيص بالعلة بأن تعود العلة على أصلها بالتخصيص. قال: فخلاف، والأكثرون على الجواز، أكثر العلماء على أنه يجوز أن يعلل المجتهد الحكم بعلة تعود على أصلها بالتخصيص، لأنه يجوز أن يخصص العام بالقياس، يعني يجوز أن يخصص المجتهد بعلة نصاً آخر، فيجوز في مسألتنا لعدم الفرق، هذا مذهب من الأكثرين. وذهب الحنفية وهو أحد القولين عند الشافعية إلى أنه لا يجوز، لا يجوز أن تعود العلة على أصلها بالإلغاء بالبعضية أي تخصيص الحكم. مثال ذلك النص الذي ورد في الربا، البر بالبر
والشعير بالشعير، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: مثلاً بمثل، يداً بيد. فأنت لو قلت العلة، يعني أولاً تنظر في النص تجده عاماً، بمعنى أنه يجري الربا في بيع البر بالبر سواء كان قليلاً أو كثيراً، أليس كذلك؟ هذا العموم يستفاد من النص. فإذا قلت العلة هي الكيل، العلة هي الكيل، فإن هذه العلة تعود على أصلها بالتخصيص، لأنه يخرج من هذا العموم البر بالبر إذا كان يسيرين، إذا يعني يسيرين بمعنى أنه ما يجري فيها، ما تجري فيها الصيعان، مثل الحفنة والحفنتين، الحفنة ملء الكف، هذا ما تجري فيه الصيعة، ما يباع بالكيل، وحينئذ يجوز فيه الربا، لأن العلة غير موجودة، ما يكال، فيكون تخصيصاً لعموم النص. بخلاف ما لو عللت بالطعم، أي كونها كون البر مطعوماً، أي يأكله الآدمي، فإن هذه العلة هل تعود على أصلها بشيء؟ لا، لأنه سوف يجري الربا بناء على هذه العلة في القليل وفي الكثير. مثال آخر، قوله تعالى: أو لامستم النساء، هذا عام، فلو عللت نقض الوضوء بمس المرأة، لو عللته بأنه يعني احتمال الشهوة والإنزال، فإن هذا يعود على أصله بالتخصيص، لأنه سوف يخرج من هذا العموم المحارم كعمته وخالته ونحو ذلك. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا، هذا عام ولا لا؟ فلو قلت في التعليل أنه لا يجوز التيمم بالجص أو بالنورة حتى لو وجدته على وجه الأرض ما تتيمم به، طيب لما؟ لو سألتك عن العلة فتقول: لأنه ليس ترابا. طيب هذا تعليل يرجع على النص بش بالتخصيص، لأن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا، والصعيد هو كل ما على وجه الأرض، واضح؟ طبعا الغرض كما قلنا من قبل هو ضرب المثال، لا تصحيح الحكم المذكور في المثال. قال طبعا بقي عكس هذه المسألة، هو الآن ماذا قال؟ فإن عادت عليه بالتخصيص فخلاف، وقوله فخلاف يشعر بأن الحكم في المسألة التي قبلها أنه ليس فيه خلاف، ليس فيها خلاف، وهي مسألة عود العلة على أصلها بالإبطال بالكلية. ويبقى عكس المسألة الأخيرة، وهي ما إذا عادت العلة على أصلها بالتعميم، نحن الذي قرأناه هو عود العلة على أصلها بالتخصيص، لكن لو عادت العلة على أصلها بالتعميم فهو جائز بالإجماع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. والاستهلال هي صرخة المولود عند الولادة، إذا خرج من بطن أمه يصرخ، هذا الاستهلال، والمعنى أنه إذا استهل أي صرخ ثم مات بعد ذلك فله حق في الميراث. فلو عللت استحقاقه الميراث بالعلم بحياته تقول: لما ورث هذا الصبي؟ فتقول: لأننا قد علمنا حياته، يعني تيقننا أنه حي، والحي يرث من الميت إذا كان وارثاً. فإن هذا التعليل يعود على أصله بإيش؟ بالتعميم، لأنه يتناول ما إذا استهل أو إذا لم يستهل بأن يولد ولا يصرخ، لكن يحرك يديه أو يحرك رجليه أو رأسه، فإنه يرث حتى في هذه الحالة حتى لو لم يستهل،
وأوضح منه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فتقول العلة في منع القاضي من إصدار الحكم بين اثنين في حالة الغضب هو تشويش الفكر، تشويش الذهن، فإن تشويش الذهن يعود على أصله بيش؟ بالتعميم، لأنه يتناول الغضبان والجوعان والظمآن ومن به جراحة أو من يعني عنده يعني ومات له قريب أو نحو ذلك، يعني حزن شديد ونحو ذلك. في القراءة وصلنا إلى هنا، أليس كذلك؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله، في سؤال؟ نعم. التخصيص العلة سبق أن ذكرناه، وهو أن لا تكون مضطردة في جميع محلها. مثاله لو قلت العلة في قطع اليد هو السرقة، فإن السرقة يعني من حيث صورها كثيرة، فيخرج منها سرقة الأب أو الأم من والد من مال ابنه مثلا، من الأب يسرق من مال ابنه فلا تقطع يده، طيب مع أن العلة موجودة وهي سرقة. أو مثلا القتل العمد العدوان، فيخرج مثلا الوالدان بقتلهما ولدهما مع أن العلة موجودة وتخلف الحكم، فهذا يسمى تخصيص العلة، يعني ما تكون مضطردة في كل المحال إنما في أكثر الصور. أما التخصيص بالعلة فقد ذكرناه، وضح، جزاك الله خير. شيخ، مسألة حقت عودة العلة على الأصل بالتعميم، فيها عودة العلة على الأصل بالتعميم فيها خلاف؟ لا، محل إجماع. نعم. قال رحمه الله: ومن شرطها أيضاً ألا تخالف نصاً أو إجماعاً، لأنهما مقدمان على القياس. مثال مخالفة النص قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها، قياساً على بيع سلعتها، فإنه مخالف لحديث أبي هريرة وغيره: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق، فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه. أحسنت. قال: ومن شرطها، أي العلة، ومن شرطها أيضاً ألا تخالف نصاً أو إجماعاً. فمخالفة العلة للنص أو الإجماع هو مخالفة القياس للنص أو الإجماع، لأنه ما من قياس إلا وله علة، وحينئذ يبطل القياس، تبطل العلة، لأن النص والإجماع أقوى، ولأن العلة هي فرع عنهما، فإن العلة تثبت بالنص وبالإجماع وبغيرهما من الأدلة، ومن ثم فإذا عارض الفرع الأصل ما يقدم الفرع على الأصل. قال: لأنهما مقدمان على القياس، يعني فيلزم تقديمهما على العلة. مثال مخالفة النص قول الحنفي في مسألة جواز أن تزوج المرأة البالغة الرشيدة نفسها بغير وليها، فاستدلوا بقياس قالوا في تقريره: المرأة البالغة العاقلة مالكة لبضعها، أي لفرجها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً على بيع سلعتها، فإن المرأة كما أن لها التصرف في مالها بدون ولي، فيجوز لها التصرف في نفسها بالنكاح بلا ولي، هذا قياس. فنقول هذا القياس مخالف للنص فيكون باطلاً فتبطل علته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وحينئذ لا قياس مع النص.
قال: ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق. طبعا هذا مثال افتراضي فقط، لا قائل به، لم يقل به أحد، لم يقل أحد بسقوط الصلاة عن المسافر، لكن هو يقصد مثال لتصور المسألة. فقال: تقاس صلاة المسافر على صومه، فكما أنه لا يجب عليه الأداء الصوم في رمضان بل يجوز له تأخيره إذا أقام، إذا صار مقيما، فكذلك لا تجب عليه الصلاة قياسا. والجامع بينهما أن أن السفر في كل منهما سفر مشق، يعني تحصل منه المشقة عليه. فيقول المصنف رحمه الله: هذا قياس باطل لأنه مخالف للإجماع، فإن الإجماع منعقد على أنه يجب عليه، أي على المسافر، أن يؤدي الصلاة. ومثال آخر: استدلال الحنفية على أن الرجل لا يغسل امرأته بعد موتها، فقالوا في القياس: لا يحل له وطؤها فلا يحل له تغسيلها بجامع انقطاع النكاح. يقول ماذا؟ لا يحل له وطؤها، يعني بعد الموت، فلا يحل له تغسيلها، والجامع في هذا القياس انقطاع النكاح بالموت، فصار أجنبيا عنها يعني. فهذا قياس من حيث النظر قد يكون صوابا من حيث النظر فيه وحده، لكن إذا نظرنا إلى غيره، يعني نسبنا هذا القياس إلى دليل أقوى منه، يصير قياسا باطلا فاسد الاعتبار. وذلك أن هذا القياس يخالف الإجماع، فإن فاطمة رضي الله عنها لما ماتت غسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد علم الصحابة بذلك رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم، فدل على اتفاقهم على جواز أن يغسل الرجل امرأته بعد الموت. نعم، تفضل. قال: ومن شرطها أيضاً ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص بأن يكمل. والعبارة يبدو العبارة هكذا: بأن يدل النص على علية وصف، يعني أصلح كلمتين، كلمة يكمل هي يدل والله أعلم، وكلمة علته هي علية بتاء المربوطة. بأن يدل النص على علية وصف، وضحت العبارة؟ بأن يدل النص على علية وصف. نعم، تفضل. ومن شرطها أيضا ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص بأن يدل النص على علية وصف، ويزيد الاستنباط قيدا فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه. ومن شرطها أيضا أن يكون دليلها شرعيا احتراز مما دليله عقلي أو علمي. أحسنت. قال: ومن شرطها، أي العلة، ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص بأن يدل النص على علية وصف، ويزيد الاستنباط قيدا فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه. من شرط العلة ألا تتضمن هذه العلة المستنبطة، إذا كانت مستنبطة لا تتضمن زيادة على النص. كيف هذا؟ بالمثال يتضح. مثاله ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. إذن هذا النص دل على أن علة الربا
هي الطعم، يعني كون هذا المبيع مطعوما. فلو جاء المجتهد وقال علة الربا في البر وغيره هو كونه مطعوما مدخرا، يعني طعام آدمي لكن بشرط أن يكون هذا الطعام يدخر في البيوت، يقتاته طول السنة، مثل الأرز مثلا، ليس مثل الفاكهة والخضروات فإنها ما تدخر، تفسد إذا ادخرت. أين الزيادة؟ مدخرة. أو لو قال العلة هي كونه مطعوما مكيلا، أين الزيادة؟ مكيلا. فهذا ما يصح، لأن هذا زادها المجتهد بالاجتهاد، والنص قد دل على العلة، يعني طبعا هذا مثال فقط، وحينئذ لا اجتهاد مع النص، لأن هذه الزيادة التي زادها المجتهد تقتضي تغييرا في العلة المنصوصة في النص. هو يقول كونه مطعوما، الطعام بالطعام مثلا بمثل، وأنت تقول لا، الطعام بشرط أن يكون مكيلا. مخالفة هذه أو موافقة؟ هذه مخالفة، وحينئذ لا اجتهاد مع النص ولا يتصح هذه الزيادة. قال ومن شرطها أيضا أن يكون دليلها شرعيا. من شروط العلة أن يكون الدليل الذي تثبت به العلة أن يكون دليلا شرعيا، لأن الحكم الشرعي، العلة هي حكم شرعي، العلة هي في نفسها حكم شرعي كما مر معنا في باب الحكم الشرعي الوضعي. فالعلة حكم شرعي، والشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. قال احتراز مما دليله عقلي أو لغوي. كلمة علمي هذه لا توجد في كل المصادر الأصولية، كلمة علمي، والمصنف ينقل كل ما يذكره هنا هو منقول من غيره، فيظهر والله أعلم، وقد ألفنا من هذه الطبعة كثرة الأخطاء، فيبدو أنها لغوي، لأن هذا هو الذي يذكره الأصوليون في هذا الموضع. فيقول هذا الشرط هو احتراز عما دليله عقلي أو عما دليله لغوي. لما؟ لأن إذا العلة إذا كانت عقلية فاعلم أن القياس عقلي، القياس هو نفسه قياس عقلي، ولو كانت العلة لغوية فاعلم أنه قياس لغوي. فلو قلت مثلا الجرة تسمى قارورة لأنه يقر فيها الماء، قياسا على أنبوب الزجاج الذي تسميه العرب قارورة، هذا قياس شرعي ولا لغوي؟ قياس لغوي، عرفنا ذلك من التعليل، قلنا لأنه يقر فيها الماء، لأن العرب ما سمت القارورة قارورة إلا لأنه يقر فيها الماء، يستقر فيها الماء. وبالمناسبة كلمة علمي هي كلمة علمي، دليل علمي، دليل علمي، كلمة أحكام علمية هذه ترد عند تعريف الفقه، فيقولون الأحكام علمية وأحكام عملية، يقصدون بالعملية الفقه وبالعلمية الاعتقادية. لكن كلمة دليل علمي، كلمة دليل علمي هذا يذكرها بعض الأصوليين في كتبهم، ويريدون بها أحد معنيين، ما يقابل الدليل الظني. فيقولون مثلا إذا تعارض الخبر والقياس قدم الخبر، لأن الحديث دليل علمي والقياس دليل ظني، فأرادوا بالعلم ما هو القطعي، العلم أراد به ماذا؟ القطعي. وقد يطلقون الدليل العلمي على ما يقابل الدليل الجدلي،
وهو أن تورد الدليل العلمي أن تورد على غيرك دليل أنت تعتقد صحته. أما الدليل الجدلي فأن تورد على الخصم دليلاً يقطع حجته ويوجب انقطاعه حتى لو لم ترى صحته في نفسك، كأن يستدل شافعي على حنفي بحديث مرسل، أو يستدل حنبلي على مالكي بعمل أهل المدينة. هذا دليل جدلي ولا علمي؟ دليل جدلي، لأن الغرض منه فقط إفحام الخصم. أما الدليل العلمي الذي يجب، الذي ينبغي أن يكون في إثبات الأحكام، هو الدليل العلمي، أن لا تذكر شيئاً دليلاً على حكم إلا وأنت تعتقد صحته. قال: ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً. تفضل. قال رحمه الله: ويجوز أن تكون العلة. مثلنا القياس العقلي ولا اللغوي فقط؟ اللغوي. القياس العقلي كأن تقيس الإنسان على سائر الحيوان في الحدوث فتقول الإنسان حادث، قياساً على سائر الحيوان. والجامع كون كل منها، يعني تقول أقيس الإنسان على الفرس والأسد وغير ذلك، والجامع كون كل منها حيواناً، أو تقول لأنها متغيرة، لأنها يحصل فيها التغيير، يطرأ عليها الحدوث التغير، والذي يطرأ عليه التغير قطعاً سوف يكون حادثاً، معنى أن هناك من يغيره. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم على ما ذكره أبو الخطاب، وهو اختيار ابن عقيل، فجعل الحكم بنجاسة الخمر علة في بطلان بيعه. ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح، اختاره الأكثر كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان خلافاً لبعضهم. أحسنت. يقول: ومن شرطها، أو قال: ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر. الأصل في العلل أن تكون أوصافاً كالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، الإسكار علة لتحريم الخمر، الزنا علة لوجوب الحد، وهكذا. الأصل في العلل أن تكون أوصافاً، لكن هل يجوز أن تكون العلة، علة الحكم الشرعي، هي أيضاً في نفسها حكم شرعي فتعلل الحكم بالحكم؟ المعلول يكون حكماً والعلة تكون حكماً أيضاً شرعياً، هل يجوز؟ وماذا قال؟ قال: ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر. نعم، هو قول الأكثر العلماء، هو قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا بعض الحنابلة وبعض المتكلمين فمنعوا ذلك. قال: عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم على ما ذكره أبو الخطاب، وهو اختيار ابن عقيل، وهو اختيار ابن عقيل. أبو الخطاب مع المخالفين، وابن عقيل مع الموافقين، حتى تتبين العبارة تصير واضحة. على ما ذكره، يعني على ما حكاه أنه قول الأكثرين، حكاه ابن عقيل لكنه خالف، حكاه أبو الخطاب عفواً ولكنه خالف، وأما ابن عقيل فمع الموافقين، والله أعلم. ودليلهم أن العلة هي أمارة على الحكم، والأمارة على الحكم يمكن أن تحصل بالأحكام كما تحصل بالأوصاف كما سوف نذكر في الأمثلة، وحينئذ فما الذي يمنع؟ فإن العلة في نفسها كما أنها أمارة هي أيضاً حكم شرعي،
ولذا صح أن تكون حكما شرعيا. قال فجعل الحكم بنجاسة الخمر علة في بطلان بيعه، يعني مثل بهذا، يعني لما يبطل أو لما يحرم بيع الخمر، فتقول لأنه نجس، لأنه نجس، والنجاسة حكم شرعي، ولهذا ما عرفنا الأشياء الطاهرة من الأشياء النجسة إلا بعد ورود الشرع، فإذن هي حكم شرعي. أو تقول يجوز رهن العبد، يعني يجوز للسيد أن يرهن عبده لأنه يجوز بيعه، عللت جواز الرهن بجواز البيع وهو حكم. أو تقول يصح ظهار الذمي لأنه يصح طلاقه، عللت حكما شرعي شرعيا بحكم شرعي. قال ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح، هذا شروع في مسألة جديدة، وهي أن العلة الواحدة هل يجوز أن تكون مؤلفة من عدة أوصاف، أن تكون مؤلفة من عدة أوصاف. فالمصنف ماذا قال؟ قال يجوز أن تتعدد في العلة الواحدة أوصافها وتسمى العلة المركبة أو الوصف المركب. قال ووقوعه، يعني يجوز وقوعه أيضا، يعني وقع على الأصح، يعني في المذهب، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. قال اختاره الأكثر، يعني هو قول أكثر العلماء، هكذا قيل، قاله المؤلف وغيره، وقاله الزركشي وغيره، وبعضهم حكاه إجماعا، وهذا يدل على كثرة القائلين بهذا القول. ثم مثله المصنف بقوله كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، كم وصف؟ ثلاثة. لما يجب القصاص من زيد؟ فتقول لأنه قتل عمداً عدواناً، القتل والعمد والعدوان، فالقتل واضح إزهاق الروح، والعمد لأن هناك قتل إيش؟ خطأ، والعدوان لأن هناك قتل عمد وليس عدواناً، كما لو قتل حربياً أو كما لو صال عليه إنسان وأراد أن يدفعه بيده فما استطاع أن يدفعه إلا بقتله، فإنه قتل عمد لكنه ليس عدوانا. فإذا مجموع هذه الأوصاف الثلاثة هي علة وجوب القصاص. وكما لو قلت يجري الربا في بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، الأصناف المعروفة، تقول العلة هي الكيل مع اتحاد الجنس، فإن هذا وصف مركب من شيئين، يعني العلة مركبة من شيئين، اتحاد الجنس والكيل. أو لو عللت الرجم بالزنا مع الإحصان، فإنه لا يصح أن تعلل الرجم بالزنا فقط، وإلا لوجب رجم غير المحصن، ليس كذلك؟ لكن تقول لأنه زان محصن تعلل بالشيئين معا. قال خلافا لبعضهم، هذا المذهب الثاني في المسألة، يعني وخالف بعض المتكلمين وقالوا لا يجوز في العلة إلا أن تكون وصفا واحدا، تكون شيئا واحدا، ما تكون شيئين أو ثلاثة أو أكثر. والحقيقة أن هؤلاء الذين خالفوا من المعتزلة إنما خالفوا في العلة العقلية،
العلة العقلية، يعني ما يصح أن تنسب الحكم إلى وصفين، إنما إلى شيء واحد. وأما العلة الشرعية فيجوز فيها التعدد بالإجماع، ومن ثم يتبين لنا أن من حكى الإجماع في المسألة ما أخطأ. نعم، تفضل يا زيد. قال: ومن شرط الفرع المقاس مساواة علته علة الأصل ظناً كالشدة المطربة في النبيذ، ومساواة حكمه أي الفرع حكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة. ومن شرطه ألا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان منصوصاً على حكمه فلا قياس. أحسنت. قال: ومن شرط الفرع، بعد أن فرغ من شروط الأصل، من شروط الأصل ومن شروط العلة، ذكر شروط الفرع المقيس، فقال: ومن شرط الفرع المقاس مساواة علته علة الأصل ظنا، يعني أن توجد العلة كما وجدت العلة في الأصل فيجب أن توجد في الفرع، وإلا فكيف يوجد حكم الأصل في الفرع إذا لم توجد علته فيه؟ لا بد أن علة الأصل تنتقل إلى الفرع ثم ينتقل الحكم معها، وهذا هو معنى القياس. وقال: ظناً، يعني يكفي أن يكون يغلب على ظن المجتهد وجود معنى الأصل في الفرع لا أن يتحقق على سبيل القطع. ثم مثل المسألة بالشدة المطربة في النبيذ، والشدة المطربة المراد بها الإسكار، والنبيذ هو صورة النزاع، لأن الفقهاء اختلفوا في حكم شرب النبيذ. النبيذ أصلاً العرب تعرف النبيذ، والنبي صلى الله عليه وسلم نبذ له كما في صحيح مسلم، ينبذ له الزبيب في إناء يشربه اليوم الأول والثاني والثالث ثم يريقه، أو كما ورد. لكن ذاك النبيذ هو النبيذ الذي هو حلال بالإجماع، أما النبيذ الذي يذكره الفقهاء والأصوليون في أمثلتهم فالمراد به النبيذ المسكر، النبيذ المسكر. فالحنفية خالفوا في هذه المسألة أن يشرب القدر الذي لا يسكر، فلا يظن أن ظن الحنفية يجوزون شرب المسكر، إنما جوزوا شرب القدر الذي لا يسكر اجتهادا منهم. فالمساواة مساواة علة الفرع لعلة الأصل قد تحصل إما في عين العلة وإما في جنس العلة. فالمساواة في عين العلة كما مثل المصنف بأن تقول: أقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فإن الإسكار الموجود في الخمر هو موجود في النبيذ، هذا المساواة في عين العلة. المساواة في جنس العلة بأن تقول: يجب القصاص في قطع الأطراف، كان يقطع يده مثلا أو رجله أو أصابعه، يعني يجب القصاص في قطع الأطراف قياساً على القتل، والجامع بينهما هي الجناية على الغير عمداً عدواناً. فالجناية هنا جنس ولا عين؟ جنس، لأنه من حيث العين تختلف، ذاك قتل وهذا قطع، فهما مختلفان. أو أن تقول مثلاً، مثال آخر، أن تقول مثلاً: الوضوء عبادة محضة فيشترط لها النية قياساً على التيمم، فالجامع وهو كونها عبادة محضة، هل هو عين ولا جنس؟ جنس، لأن العبادات المحضة كثيرة. ثم قال طبعا يعني هذا الشرط مساواة علة الفرع لعلة الأصل هو احتراز عن شيئين، احتراز عن شيئين،
الأمر الأول أو الشيء الأول هو ألا توجد علة الأصل في الفرع بالكلية، والشيء الثاني ألا توجد علة الأصل في الفرع بالبعضية، يعني أن يكون التخلف بالبعضية لا بالكلية، بمعنى أن يوجد في الفرع بعض علة الأصل، ففي الصورتين لا يصح القياس. مثال ذلك لو تقول أقيس التفاح على البر فيجري فيه الربا بجامع الكيل في كل، تقيس التفاح على ماذا؟ على البر فيجري فيه الربا بجامع الكيل، فهل يصح هذا التعليل؟ ما يصح، لأن الكيل علة صحيحة في الأصل وهي البر، لكنها غير موجودة في الفرع. ومثال الوجود بالبعضية، إذا قست الصبي على الكبير في وجوب الزكاة تقول تجب الزكاة على الصبي في ماله قياساً على المكلف، يعني الكبير البالغ العاقل، والجامع في هذا القياس أن كل منهما يملك ماله، هذه العلة، هذا المال للصبي وذاك المال الذي وجب على الكبير له أيضا، فنقول هذا القياس ما يصح، لأن المقيس عليه وهو الكبير البالغ العاقل يملك ماله بالقوة وبالفعل، بالقوة واضح وبالفعل يعني يستطيع التصرف فيه، أما الصبي فهو يملك ماله لكن بالقوة لا بالفعل، ولهذا ما يمكن من التصرف فيه، يحجر عليه لصغره، أليس كذلك؟ فملك المال موجود في الأصل وفي الفرع لكنهما اختلفا من جهة، اختلفا من جهة. بعد الوفاة يكون الحق للورثة وما يجب عليهم إخراج المال، أي ما يجب عليهم. نعم تفضل يا زيد. وقرأنا هذا لا يكون قرأنا. نعم، ومساواة حكمه، هذا شروع في الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط الفرع مساواة حكمه، أي الفرع حكم الأصل، يعني أن يكون عين الحكم الموجود في الأصل يكون موجوداً في الفرع. قال طبعاً أيضاً المساواة، مساواة حكم الفرع للأصل، أيضاً قد تكون المساواة في عين الحكم وقد تكون المساواة في جنس الحكم. فوجوب القصاص في القتل بالمثقل قياساً على القتل بالمحدد بجامع ماذا؟ القتل العمد العدوان بآلة تصلح للقتل، الحكم ما هو؟ وجوب إيش؟ القصاص، موجود في الأصل. طيب هل هو موجود في الفرع؟ نعم، الحكم هو هو، عين الحكم موجود، وجوب القصاص في القتل بالمحدد هذا هو المقيس عليه، وبالمثقل هذا هو صورة النزاع. مثال المساواة الفرع لأصله في جنس الحكم هو إثبات الولاية على الصغيرة في النكاح، يعني الأب والدها يكون وليا عليها في النكاح قياسا على الولاية في المال، كما أنه يلي مالها فإنه يلي نكاحها، فالمشترك هنا ما هو؟ جنس الولاية. طيب وعين الولاية هل اشترك؟ لا، لم يشترك في عين الولاية، لأن تلك ولاية في النكاح وهذا ولاية في المال. قال كقياس البيع على النكاح في الصحة، هذا مثال المصنف،
رحمه الله. عندك سؤال يا سلمان؟ طيب، في الصحة يعني في النفوذ أن كل منهما ينفذ، كيف يعني؟ بأن تقول في بيع استجمع شرائطه وأركانه تقول هذا بيع صحيح، قياساً على نكاح استجمع شرائطه وأركانه فإنه نكاح صحيح. طبعاً المصنف كما قلت لكم أراد مثال يتصور به المسألة، ولعل ما ذكرناه في المثالين السابقين يعني لعلهما أوضح من هذا المثال. قال: ومن شرطه ألا يكون منصوصاً على حكمه. ومن شرطه الضمير يرجع للفرع، وهذا هو الشرط الثالث. ومن شرطه ألا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان منصوصاً على حكمه فلا قياس. من شروط صحة القياس، من شروط الفرع في قياس صحيح، ألا يكون هذا الفرع قد دل عليه أي على حكمه النص. وسكت المصنف رحمه الله عن هذا النص، هل يدل على حكم الفرع بالموافقة أو بالمخالفة، لأنهما صورتان. أعيد، يعني من شروط الفرع ماذا؟ أنت يعني الآن متى تقيس أنت؟ متى يقيس المجتهد؟ عند فقدان النص. فمن هنا ذكر بعض العلماء كالمصنف أن من شرط الفرع ألا يوجد نص يدل على حكمه، فلو وجد نص يدل على حكم الفرع فحينئذ لا يصح القياس سواء وافق أو خالف. أما عند المخالفة فواضح لما سبق معنا أن القياس لا يقدم على النص الذي هو أصله. وأما عند الموافقة فقالوا لأنه يكون ضرباً من العبث، لأن النص قد أغناك عن القياس والاجتهاد، فلماذا تلتمس طرق الاجتهاد وقد دل النص على حكم هذا المسألة الذي هو نسميه الفرعاً. هكذا قالوا. مثال الممثل الموافق للمخالف، مثال المخالف لو قيل لا تجب الزكاة في مال الصبي كما لا تجب عليه الصلاة، فإن الصلاة مثل الزكاة هي قرينتها في كتاب الله، كما لم تجب عليه الصلاة ما تجب الزكاة في ماله، فإن هذا القياس الفرع هو ما هو أنا في هذه المسألة، عدم وجوب الزكاة على الصبي يعني في ماله، فنقول هذا القياس لا يصح لأنه مخالف للنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. فهو نص على أن اليتامى أي الصغار تجب الزكاة في أموالهم، لأن الصدقة معناها الزكاة. ومثال الموافق، مثال الموافق قياس حلي المرأة المختلف في وجوب الزكاة فيه، وهو حليها من الذهب والفضة، قياس حلي المرأة من الذهب والفضة على حلي المرأة من المعادن الثمينة كالألماس مثلا، والجامع كون كل منهما حليا تلبسه المرأة للزينة، فهذا قياس ينتج حكما وهو عدم وجوب الزكاة في الحلي، مع أن النص قد دل على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ليس في الحلي زكاة. طبعا إذا قلنا بصحة الحديث، وقد صححه بعض العلماء. واضح الآن؟
المخالفة والموافقة. فيعني الصحيح والله أعلم، وإلا هذه مسألة خلافية، أن يقال إن دل على الفرع نص مخالف للقياس فحينئذ ما يصح القياس، فيبطل الفرع ويبطل القياس، يبطل الحكم في الفرع بهذا القياس، لأن القياس لا يعارض النص، ويسمى حينئذ القياس فاسد الاعتبار. وأما عند الموافقة فإنه يجوز، ويكون ذكر القياس يعني طلب القياس لإثبات حكم الفرع مع أن هذا الحكم موجود بالنص، يكون من باب تضافر الأدلة، تعاضد الأدلة، فإن هذا مطلب حسن، أن تقيم على حكم المسألة دليلين خير من أن تقيم عليها دليلاً واحداً، أليس كذلك؟ وكتب الفقهاء أليست مشحونة بذلك؟ إذا فتحت الآن كتب المذاهب كلها يقول دليلنا ماذا؟ النص والإجماع والقياس، أو يقول دليلنا النص والقياس، أو يقول دليلنا النص والمعقول، ويقصد بالمعقول القياس، فيريدون على أحكام المسائل نصوصاً وأقيسة، وهذا كثير ما يحتاج إلى شاهد. طيب تفضل يا زيد. قال رحمه الله: وقيل ومن شرطه ألا يكون متقدما على حكم الأصل، قاله بعض أصحابنا والحنفية كقياس أصحابنا والشافعية الوضوء على اليتيم في اشتراط النية. نعم، أصلح العبارة على التيمم. كقياس أصحابنا والشافعية الوضوء على التيمم في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل، فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة تعبد به قبل فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها، وإذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع لأنه تكليف بما يعلم، ويصحح الشيخ اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. قال: وقيل ومن شرطه، واستعمال قيل كما ظهر لكم هو إشارة إلى تضعيف هذا الشرط أو إلى قوة الخلاف فيه، فقال: ومن شرطه، أي من شرط الفرع، ألا يكون متقدما على حكم الأصل، ألا يكون متقدما على حكم الأصل، يعني ما يصح أن يكون حكم الفرع ثابتا قبل ثبوت حكم الأصل. فكيف يقال، كيف يصح القياس حينئذ؟ الأصل أنه يثبت حكم الأصل، ثم تنظر في مسألة جديدة جدت فتلحق هذه المسألة بتلك المسألة القديمة، تقيس هذا الفرع على ذلك الأصل. فكيف يتصور أن حكم الفرع يكون ثابتا ولما يثبت حكم الأصل بعد؟ ما يتصور هذا، هكذا قيل. قال: قاله بعض أصحابنا والحنفية، ومعهم بعض المالكية وبعض الشافعية، قال: كقياس أصحابنا، يمثل الآن، كقياس أصحابنا والشافعية، وأيضاً كان ينبغي أن يضيف لهم المالكية لأن الثلاثة كلهم قالوا بحكم المسألة، كقياس أصحابنا والشافعية الوضوء على التيمم في اشتراط النية. أين المقيس؟ الوضوء. وأين المقيس عليه؟ التيمم. يعني قالوا الوضوء عبادة محضة فيشترط لها النية قياساً على التيمم، والفرع الذي هو الوضوء حكمه قد ثبت قبل الأصل الذي هو التيمم، كما ذكر المصنف، قال: لثبوت حكم الفرع، اللام لام التعليل،
يعني إنما لم يصح هذا لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل. وقلنا مراراً أن العلة هي فرع عن إيش؟ عن الأصل، فهي إذن متأخرة عن الفرع، يعني في هذه الحالة سوف تكون متأخرة عن الفرع. قال لتأخر الأصل فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة. وقد سبق أن ذكرت أن كلمة التعبد في كتب الأصوليين يراد بها غالباً أحد معنيين: المعنى الأول التكليف، ومنه قولهم، قول الأصوليين في مباحث السنة: اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع قبل النبوة، أو اختلفوا في التعبد بشرائع الأنبياء السابقين، يعني هل كان مكلفاً بشرع قبل النبوة. ومنه هذه العبارة، هذه العبارة اللي مرت معنا الآن: تعبد به قبل الهجرة، يعني كلف به الناس قبل الهجرة. والمعنى الثاني للتعبد هو الاحتجاج، فيقولون اختلفوا في التعبد بالقياس. ما معنى التعبد؟ يعني الاحتجاج به. قال فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، وهذا صحيح، الوضوء كان تشريعه في مكة قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعد الهجرة في القصة المشهورة، قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال وإذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل. لو جاز تقدم الفرع على أصله، حكم الفرع على الأصل، للزم من ذلك أن الفرع يثبت حكمه من غير دليل. لما؟ لأن الدليل عليه هو العلة، والعلة إنما استفيدت من الأصل، والأصل لم يثبت بعد. قال وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم. يبدو أن العبارة لا يعلم، ما يستقيم الكلام إلا بإضافة لام ألف، لأنه تكليف بما لا يعلم. لماذا لا يعلم؟ لأن الفرض أن العلة غير موجودة. قال ويصحح الشيخ، إشارة إلى مذهب ثالث في المسألة، وهو مذهب الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة. قال ويصحح الشيخ اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، لاشتراطه، يصحح اشتراطه، أي اشتراط هذا الشرط، يشترطه في ماذا؟ في قياس العلة، ولا يشترطه في قياس الدلالة. وقياس العلة أن تجمع بين الفرع والأصل بعين العلة، فتقول يحرم النبيذ قياساً على الخمر لأنه مسكر، تجمع بينهما بنفس العلة. لكن قياس الدلالة تجمع بين الفرع والأصل بما يدل على العلة، بدليل العلة، دليل المقصود به بما يدل على العلة، سوف يأتي معنا ذلك إن شاء الله في موضعه. طيب لماذا فرق ابن قدامة رحمه الله بين قياس العلة وقياس الدلالة؟ أما قياس العلة لم يجوزه في قياس العلة لما سبق معنا، ما يمكن أن يوجد الحكم بدون علة، وقد قرأنا هذا في أول مسألة في هذا الدرس عند قوله ولا يتأخر الحكم عن علته، لا يتأخر حكم الأصل عن علته، فلأجل هذا منع ذلك في قياس العلة، فإن العلة والحكم متلازمان. أما قياس الدلالة فقال يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول، بمعنى يجوز أن يكون المدلول في حال ودليله لم يأتي بعد، يتأخر عنه وجوداً، ولهذا يستدلون على وجود الخالق سبحانه وتعالى بمخلوقاته البديعة
تدل على وجود خالق حكيم عليم سبحانه. فهذه المخلوقات دليل على وجود الخالق، فتأخر الدليل عن المدلول. وتستدل إذا رأيت من بعيد حطباً يخرج منه دخان ولم تر فيه ناراً، فإنك تستدل بالدخان على وجود نار في هذا الحطب ولو لم تر النار، مع أن النار توجد أولاً الذي هو المعلول، وبعد ذلك يوجد ما يدل على النار وهو تصاعد هذا الدخان، فقد تأخر الدليل عن المدلول. نقف هنا. نعم هو المذهب الثالث. المذهب الثاني من عدا من ذكرنا هؤلاء، وهو قول شاذ، قالوا يجوز أن يتقدم حكم الفرع على حكم إيش؟ الأصل. قالوا يجوز أن يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل، ومذهب الأكثرين المنع، ومذهب ابن قدامة والطوفي وافقه كذلك، هو التفصيل الذي ذكرناه، ونكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.